بسم الله الرحمن الرحيم. طيب دلوقتي ان شاء الله الشغل بتاعنا النهارده على مرحله تانيه عن اللي انتوا خدتوها في بقيه الكورسات اللي قبل كده، اللي هي كل الشغل اللي فات كان معظمه بتركز تحول الهيدرولوجيكال موديل. دلوقتي احنا هندرس الجزء ان شاء الله بعد الهيدروجراف متكون عن مخرج الوادي، الميه بتاعت الهيدروجراف دي بتروح فين؟ احنا عارفين الاوديه بتاعت مصر كلها يا بتروح بتصب في البحر يا بتصب في النيل، بس في مرحله ما بين تجمع الهيدروجراف وما بين وصول الميه للبحر او النيل. المرحله ديت هي ان الميه بتعدي في دلتا. المرحله دي بنسميها ان الميه بتعدي في الدلتا، ودي المنطقه الاكثر اهميه بالنسبه لشغل المعهد. احنا مهتمين جدا بحمايه الدلتاوات من مخاطر السيول. ليه؟ لان يعني الدلتا هي اكثر مكان صالح للحياه في الاكلوتر في الارض ووتر شيدز. هي دي اللي بيبقى فيها الطرق الدوليه، هي دي اللي فيها القرى، هي دي اللي فيها المناطق السياحيه وكده. فدلوقتي احنا عايزين نشوف الهيدروجراف اللي حسبناه بالدبليو ان اس او غيره بيحصل ايه في كميه الميه اللي تكونت دي لغايه لما تصل للبحر. بيحصل ايه بمعنى؟ الميه طبعا دي بتنتشر في الدلتا، طبيعه تضاريس الدلتا مختلفه عن الووتر شيد. الووتر شيد يغلب عليه ان هو مجمع مائي، مناطق جبليه بتتجمع في حته ضيقه. الدلتا بقى بتبقى العكس، بتبتدي من منطقه عاليه وبعدين بتبتدي تفرش على شكل مثلث، فالارض بتبقى ايه منبسطه شويه. طبعا هنشوف ليه 2 دايمنشنال مش 1 دايمنشنال او 3 دايمنشنال. ان شاء الله البرزنتيشن عندنا بتتكون من 5 اجزاء. الاول هنتكلم عن الموضوع بشكل عام، وبعدين هنحاول نفهم عمليه النمذجه، يعني ايه اللي بيجرى ورا جوه البرنامج ساعه ما بنيجي نشغله. وبعدين هنشوف حالتين دراسيتين مختلفتين في الكونتكستي، وبعدين هنبص نظره سريعه على البرنامج، احد البرامج المناسبه في الموضوع دوت، هو برنامج الهيك راس. هنبص عليه مكونات البرنامج وتشغيله وكده. كنت احب برضو في ستيب 4 دي ان انا اشتغل على البرنامج وانتم تتفرجوا على الشاشه، يعني سريعا كده بناء النموذج من الصفر لغايه لما يعمل ران. اتمنى الوقت يكفي. يعني ان شاء الله المرحله الخامسه ان انتم اللي هتجيبوا لابتوبس وهتسطبوا البرنامج وهتشتغلوا عليه، وانا بس اقعد كده الف عليكم يعني ايه منظر يعني. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمه، عايزين نتعرف ونخش على الموضوع نشوف ايه اللي عندنا فيه. ايه اللي احنا بندرسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين الميه هي جايه من فوق بتنتشر في منطقه، المنطقه اللي بتنتشر في الميه دي مدينه. تمام؟ الحته اللي فوق دي اللي احنا بنحسب عنها في دبليو اس الهيدروجراف. الانتشار اللي تحت شايفين الالوان الاخضر والازرق ودرجات الازرق المختلفه ودرجات الاخضر دي كلها مؤشرات لخصائص الفلد في المنطقه ديت من حيث دبس الميه وسرعتها. واضح طبعا انها مش ثابته في يعني المكان في العام اللي هو الاربن اريا ديت، وهو ده محور الدراسه كلها، التوزع المختلف للميه في المنطقه دي كلها. ليه؟ لان هو ده اللي بيحدد الضرر او عدم الضرر على اي مكان، وده الهدف من الدراسه. فده ايه اللي احنا بندرسه؟ وقت اللي هو خصائص الميه في المكان. طب ليه؟ زي ما قلنا قبل كده ان الناس طبعا بيختاروا الاماكن دي ويبنوا فيها. ليه برضه؟ زي ما انتم شايفين الشكل التقليدي للووتر شيب المي ادي يا جماعه العنق اللي احنا بندرس عنده في الدبليو ام اس. لما تيجي تشتغل دبليو ام اس انتوا عارفين او اي برنامج هيدرولوجي انت لازم تختار نقطه هي اللي بتبتدي عندها رسم الدريليشن بتاع الووتر شيب اللي هي مجمع الماء. زي ما انتم شايفين النقطه دي ضيقه وكل ما اب ستريمها مناطق جبليه، طبعا صعب الحياه فيها خالص. يعني لما تبصوا على الجزء اللي تحت ارض فلات سهل قوي عمل طريق فيها، سهل انك ناس تتواصل مع بعض، فده تفسير ليه الناس بيسكنوا هناك. المناطق ديت عاده بتتقسم الى ثلاثه زونز. الزون الاقرب للهيد بتاعت الدلتا بيبقى بيسموه شانلايزد زون. زي ما انتم شايفين الميه برد، طبعا هي وهي ماشيه هنا تكاد ان تكون اوبن شانل، ناتشرال اوبن شانل. بمجرد ما بتطلع هنا بتلاقي الميه ماشيه في مسارات تقدر تشوفها بعينيك، فعشان كده بيسموها كانالايزد زون، قنوات. بعدين بتبتدي العمليه ايه؟ تسيح شويه، ما تبانش القنوات لان بطبيعه الحال الميه بتفرش، فدي بيسموها مش عارف اقراها كويس بس اكيد يعني معناها منطقه انتقاليه. وبعدين تصل الى هنا انت مش شايف ايه؟ مش شايف اي قنوات للميه، طبعا الميه بتمشي هنا بس ما انتش شايف اي مجرى واضح للميه يعني. فعلشان كده ودي بيسموها الفان يعني المروحه بتاعت الميه. ازاي بنعمل اي نموذج؟
اول حاجه انت بيبقى عندك الرياليتي، انت اساسا هو ده اللي احنا شايفينه. ليزر في البتاع ليزر، ايوه. انت في الاول عندك رياليتي، انت بتدرس الواقع. ما تنس... مش عايزين ننسى الحكايه دي. احنا مش شغلتنا ان احنا ندرس النموذج او نبقى مهتمين بالنموذج، احنا مهتمين بالواقع. وما النموذج هو الا وسيله لدراسه ده، فمش هنطلع ابدا من مخنا ان احنا ايه، ما احناش في اي حاجه ثانيه. فلما نبتدي بالرياليتي انت بتعمل لها اناليز، يعني في جزء من الدراسه التحليل. اناليسيس ده عموما هو وسيله لفهم اي شيء. لما بتحلل اي ظاهره، تحلل اي مشكله تفهمها. يعني ايه اناليز؟ اناليز يعني ان انت تقسم المشكله الى مكوناتها الاساسيه. ففي الجراف السيمبل ده يعني هتحلل ده، هتعرف ايه؟ هتعرف ان الميه ماشيه هنا في الشانل، هتعرف ان الفلو هنا يمكن ان يوصف ان هو 1 دايمنشن، لان الميه ما بتتحركش يمين وشمال ولا فوق وتحت، هي ماشيه في مجرى. هتبتدي تفهم ان الارض زراعيه، في جوانب، في كل حاجه. فعمليه التحليل هو انت بتفهم. لما تفهم الشيء تقدر تعمل حاجه اسمها كونسبتشوال موديل. كونسبتشوال موديل اللي هو تصورك على المكونات الاساسيه للنظام. يعني ده سيمبل ليه؟ يعني ان انت خلاص انت فهمت الظاهره. طبعا اي حاجه في الناتشرال هي معقده جدا اوفر انها تدرس. خلاص؟ يستحيل ان احنا ندرس اي حاجه في النشر از ات از. لازم نسمبليفاي الشيء ده عشان نقدر نفهمه. خلاص؟ فلما بنفهمه بتبقى تعمل حاجه اسمها كونسبشوال موديل، بتبقى فاهم انا عندي نايل طالع منه ستريم كده وستريم كده وبيصب عليه من فوق رين، وفي انفلتريشن، في حاجات ههملها، في حاجات هدرسها. فده في الاخر النموذج الكونسبت المبدئي. وبعدين النموذج ده بتحاول تعمل له بروجرامنج. وخدوا بالكم بقى بروجرامنج جايه في النص، يعني ما تبتديش بيه. فنحذر كلنا ان حد يبقى فاهم ان شغلته ان هو بروجرامر او ان هو بيعمل نماذج، دي حاجه اورست خالص يعني. فبيعملها بروجرامنج في الاخر تطلع كمبيوتيشنال موديل. دي ده النمذجه، ده الكمبيوتر فاهمه وشايفه عن اللي فوق دي، ودي الريزلت بتاعته على دي. لكن احنا في الاخر بندرس ايه؟ بندرس اللي فوق. فبعدين بعد ما بتعمل السيموليشن بتحاول تفهم ايه الظاهره بتاعتك في الرياليتي اصلا. فانت بتبتدي بحاجه في الحقيقه في الواقع، تقعد تفهمها وتعمل لها نموذج رياضي عشان تصل الى تصورك ليها في الحقيقه. شويه كلمات برضو مهمه، فيريفيكيشن، فاليديشن، كواليفيكيشن. زي ما قلنا مستحيل انك تعمل نموذج يحاكي الواقع. ليه؟ ابسط كلمه حاجه اسمها كومبلكستي. الواقع معقد قوي 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 انك تقدر تفهمه، وتقدر حتى تجمع الداتا بتاعته. بل هو مستحيل، هو مش بس صعب، هو يعني لو انت فكرت فيها انبسط. علشان كده فانت دايما لازم هيطلع عندك فرق ما بين النموذج والحقيقه، لكن لازم النموذج الفرق ده يبقى شيء مقبول، لا يخل بفهمنا الحقيقه. فالفاليديشن والفيريفيكيشن دي عمليات ان انت في الاخر بعد ما بتطلع الريزلت بتحاول تقارنها بحاجه متقاسه في الحقيقه عشان تتاكد ان انت ما بعدتش قوي عن اللي كان المفروض توصل له. تمام؟ طيب شوف احنا عايزين ايه بقى في القعده دي؟ ان احنا نعرف بس ازاي نعمل البروسيس بتاعت الموديل، نعملها ازاي؟ ازاي هي بتشتغل؟ يعني احنا هنعملها ازاي؟ ايه اللي بيجرى جوه؟ بيحصل الران ازاي؟ وبعدين هنتعرف شويه على البرنامج اللي بنستخدمه في الموضوع ده. تاني جزء في البرزنتيشن اللي قلنا عليه اللي هو ايه؟ هنشوف ازاي الخطوات بتاعت البناء. الفلاد ويف بروباجيشن، احنا قلنا الفلاش فلاد هو موجه بتتحرك. المبادئ الرياضيه اللي بيشتغل عليها النموذج ده او اي نماذج ثانيه، في حاجه اسمها مبدا البقاء، كونسرفيشن بتاع كلنا درسناها، كونسرفيشن اوف ماس، كونسرفيشن اوف مومنتم، اي حاجه زي دي. ده مبدا فيزيائي ثابت كل برامج تعتمد عليه. من المبدا ده نيوتن عمل قوانين الحركه، عارفينها وخدناها في سنه، اللي هي قانون نيوتن الثلاثه، عارفينها. من قوانين نيوتن جه بقى عالمين شهيرين اسمهم نافير، واحد تاني اسمه ستوكس، عملوا مع بعض باكج من المعادلات بتتحل مع بعض. حاجه كده ادراكم الله، العقد الرياضيه كما يجب ان تكون يعني. خلاص؟ المعادلات دي اللي هي طالعه معادلات نيوتن، اللي هي طالعه من المبادئ المنطقيه بتاعت بقاء الكتله والطاقه وكده، بتستخدم في حل في فهم حركه الميه ثلاثيه الابعاد. يعني ايه؟ هو نظريا اي حاجه بتتحرك ثلاثيه الابعاد.
مفيش حاجه تتحرك 1 دايمنشن ولا 2 دايمنشن، اي حاجه في الحقيقه تتحرك ثلاثيه الابعاد. ال1 دي او 2 دي ده سمبليفيكيشن، لما ال2 دي وال3 دي يعني ايه رفاهيه علميه، يعني ميه ماشيه في ترعه بسيطه اكيد الحبيبات الميه تطلع وتنزل جوه البتاع، بس ده مش فارق معايا في المحمل، واكيد الميه بتتحرك يمين وشمال في الترعه، بس برضه ده مش في صلب الدراسه في المحمل. انما معادلات نيفيرستوكس هي معادلات جنرال قوي بتحل كل حاجه، عشان كده هي معادلات ثلاثيه الابعاد. من المعادلات دي بيبتدي بقى ايه لازم تبسط شويه، يعني عشان امثلنا من طبعا اظن ان نيفيرستوكس دول ماثيماتيشنز مش مهندسين. فمن المعادلات دي طلع بعد كده معادله بسطت الى معادله اسمها سانت فينانت، وعلى فكره خد بالك كلمه معادله مش معناها سطر، في الحلول بتاعه الليله دي كلها يبقى دايما كده عندك سيست، يعني ايه على الاقل ثلاث معادلات مع بعض، دول مع بعض اسمهم معادله، يعني سانت فينانت ايكويشنز كده ثلاث سطور كده فوق بعض تحلوا مع بعض يطلع لك الرزق. ففي عند من النيفيرستوكس شخصين يعني تو فاميليز او معادلتين اثنين طلعوا، معادلات اللي هي بتاعت سانت فينانت ومعادلات ديفيوسيف ويف ايكويشنز. هتشوف دلوقتي ان دي ليها حالات بتطبق فيها ودي حالات بتطبق فيها، واحنا هنمشي على واحده بس فيهم. هو دول في المومنتم. دلوقتي احنا عندنا حاجه اسمها الكينماتيك ويف، الديفيوسيف ويف، الديناميك ويف. دي كلها مراحل تعقيد الدراسه. يعني ايه؟ يعني انت بتدرس ايه؟ لو ببساطه يعني الكينماتيك ويف اللي هي ابسط حاجه، واضح هنا ان هو بيتكلم بس على الاسلوب بتاع الميه. يعني هو مش واخد في اعتباره، يعني تقدروا تعتبروها ستيدي ستيت. ايوه خلاص مكتوبه تحت، ما بعرفش اغش ازاي. هي بصوا الكينماتيك ويف ماشي، دي معادله بتستخدم في لو انت بتدرس الفلو لما يكون ستيدي او يونيفورم. تمام؟ طب لو انت الحاله بتاعتك مال يونيفورم تبتدي تضيف ليها ترم جديد اللي هو تغير ارتفاع الميه على طول المسار بتاع الشانل او كده، فبقى انت كده دخلت في معادله اسمها الديفيوزيف. لو انت المساله بتاعتك اكثر تعقيدا فبتبقى انستيدي يونيفورم، ساعتها انت محتاج معادله دايناميك. معادله دايناميك يعني ايه؟ يعني بتاخد في اعتبارها تغير خصائص الميه في الوقت بالاضافه الى تغيرها في المكان. ماشي؟ الفلاش فلودز لانها ظاهره هاي دايناميك، تمام، حيث بمعنى ايه هاي دايناميك؟ ان سطح الميه بيتغير بشده في المكان وفي الزمان. يعني ايه؟ يعني في الفلاش فلودز زي ما انتم شايفين الصوره مفيش 10 سم ولا 20 سم ما بين نقطه والتانيه، بتلاقوا الميه مختلفه، مختلفه في الارتفاع، مختلفه في السرعه، مختلفه في الاتجاه. دي يعني التشوه او يعني عدم الانتظاميه المفرطه دي بتخلينا في الاخر محتاجين نستخدم فول مومنتم او اللي هي سانت فينانت ايكويشن. خلاص؟ فكده احنا بدانا من قوانين المنطقيه بتاعت بقاء الكتله والطاقه، عرفنا في الاخر ان احنا لما هنيجي نعوض هنستخدم معادله سانت فينانت ايكويشن. ليه الكلام ده مهم قوي؟ لان اي سوفت وير لما هتستخدمه هيقول لك عايز نحل لك المساله دي بطريقه ايه؟ ساعتها لازم تختار سانت فينانت ايكويشن. الا طبعا لو عندك ظروف تخليك تختار معادله ثانيه. بس بالنسبه للفلاش فلود بتاعنا هنا السانت فينانت هي الايه؟ الاقرب للموضوع. طيب ايه بقى معادله سانت فينانت ايكويشن؟ الباشمهندس الطيب ده هو تقريبا هو المعادله بتاعته الاولانيه اللي هو عملها كانت 1 دايمنشن، هم بعد كده كتر خيرهم عملوها يعني عدلوها بحيث تبقى 2 دايمنشن. هي زي ما قلنا ثلاث سطور، ثلاث معادلات بيتحلوا مع بعض. تمام؟ خدنا حاجات زي كده في الكليه، بيتحلوا مع بعض تطلع الثلاث مجاهيل. المعادلة الأولانية بتشير إلى قانون بقاء الكتلة. المعادلة الثانية بتشير إلى قانون بقاء المومنتم في الإكس دايركشن. الثالثة المومنتم في الواي دايركشن. تمام؟ طبعًا واضح إن يعني لو أنتوا تأملتوا فيها هتفهموها بسهولة، هي يعني مش معقدة. حد يعني تمام يا جماعة؟ مش معقدة المعادلة. واضح إن الترمس اللي فيه عبارة عن إيه؟ اتش ارتفاع المية، اليو السرعة في اتجاه إكس، الفي السرعة في اتجاه واي، وهتلاقوا الإكس والواي طبعًا طالعين في كل السطور. ماشي؟ الزد تقريبا دي السلوب بتاع الشانل وكده. يعني انتوا لو تاملتوا فيها هتلاقوا منطقيه. ما تقلقوش، ما تتخبوش من التعقيد، البرامج بتعملها اوتوماتيك، انتوا ما بتخلوش حاجه بايدك. برضه هنا حته مهمه، اتمنى تكون كلنا واضح بالنسبه لنا الفرق ما بين الحل الاناليتيك والحل النيوميريك. واضحه للناس ولا مش واضحه؟ الحل اي معادله، كل المعادلات دي لو انتوا شفتوا سانت فينانت هتلاحظوا شايفين الرمز ده؟
ده رمز اللي هو بيشير للتفاضل، اللي هو تغير ظاهره في المسافه او في الزمن. ده لما يجي يتحل يطلع كيرفات. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تحله، لو خدناه في الاكس مثلا وده ارتفاع الميه، لما تعوض المبنى دي تيجي تحل مثلا عامل كده. ده ما ينفعش تحل على الكمبيوتر. ليه؟ لان ده انفينيتي سوليوشن. حتى لو المسافه دي 1 متر، لكن 1 متر بالحل اللي هو الديفرنشال ايكويشنز يديك انفينيتي سوليوشنز. يعني الهارد ديسك هيتملي منك وانت لسه ما خلصتش حل معاه. واضح الحته دي؟ لان اللاين عدم المعطي اللي فيه انفينيتي. علشان كده طلع بقى البحر الجديد اللي هو التحول من الحلول الاناليتيك اللي هي دي الى حلول نيوميريك. حلول نيوميريك يعني ايه؟ يعني المسافه تقسم لما كده ويبقى الحلول بتطلع لك هنا بس. فما بيبقاش عندك الحل كونتينوس لاين، بيبقى ايه؟ دوت. يبقى الحل كده بس. طبعا الموضوع مش سهل. في علماء رياضيات ضيعوا عمرهم في الموضوع ده. الموضوع محتاج معادلات معقدة وفيلم يعني. طبعا واضح ان الحل ده النيوميريك اقل دقة من الحل التاني. علشان كده بيبقى في برضه شوية يعني سنس كده وانت بتعمل النموذج او بتقرر، او انت كده كده هتحل النيوميريك. خلاص ما فيش حد فينا عنده الطرف الرياضياتي يحل النيوميريك. لكن انت بقى بذكائك لما تلاقي الظاهرة بيحصل فيها بيكس جديدة مثلا في المكان او في الزمان، بمعنى ايه في المكان او في الزمان؟ لو مثلا ده ميه، يعني لو انت بصيت من فوق وادي مجرى الميه هنا، ومسايه الميه في جبل او غيره، راحت الميه محوطه بشكل حاد وعامل كده، تمام؟ الانحناء الشديد ده معنى كده بيحصل تغير كبير في خصائص الميه في المكان ده. فانت ممكن في المكان اللي هو واضح انه الشانل جميله كده، ممكن تخلي المسافات دي كبيره، انما هي مثلا الفكره دي في كل حاجه. يعني ايه في كل حاجه؟ يعني مثلا لو الميه عندنا الارض عامله كده مثلا، ماشي؟ فانت بتيجي الميه عندك وتروح من حاجه. في الحته دي بيحصل تغير كبير قوي قوي في مسافه صغيره. او ممكن ظاهره ثانيه ان مثلا الهيدروجراف اللي انت بتعمل له استادي، الهيدروجراف عامل كده. يعني مش للدرجه دي يعني. عامل كده مثلا كده ماشي؟ فواضح ان في الفتره الزمنيه دي في تسارع كبير في ارتفاع الميه وفي انخفاض الميه. لكن ممكن تلاقي هيدروجراف ثاني مثلا عامل كده مثلا. فواضح هنا ان العمليه هاديه شويه. الحاجات دي تخليك تقرر انك تصغر منطقه الحساب او ايه؟ او توسعها. واضحه الحته دي؟ عشان كده الموديل بيطلع لك حاجه اسمها الكونتينيوتي ايرور. ايه؟ الموديل ساعات بيطلع حاجه نسبه اسمها الكونتينيوتي ايرور. ده مش هي. لا هو ده اللي انت هتلاقي بعد كده تسمع كلمه مش. عارف كلمه مش؟ اللي هو في كل برامج. مش عباره عن ايه؟ عباره عن المسافه دي، بس طبعا هي عشان بيبقى حاله السيل دايمنشن فبتبقى ايه؟ اللي هي المش بقى الواحده اللي هي الدلتا اكس مع الدلتا واي مع بعض. دي المش، والمش دي موجوده في كل حاجه. ماشي؟ هي فكره تقسيم الحل المستمر الى حل مناقض. حلو بالعربي بتاعي في تعريب العلوم. طيب فعلشان كده دي بس كده ايه اشاره يعني الى تحويل الحلول الكونتينيوس الى حلول نيوميريك. الفكره كلها كده. خلاص في اي حاجه بتبقى كده. ان انت عندك هنا مثلا مثال يعني هنفترض بارامتر اسمه كي، عايزين ندرسه المسافه. يعني قلنا مثلا كي ده هو دبس الميه، فتغير دبس الميه على طول التشانل. خلاص ده لو البارامتر ده اناليتيك تحوله نيوميريك ازاي؟ هو التغير يعني ايه؟ التغير يعني ايه؟ يعني انت لما تيجي تدرس نقطة هنا ونقطة هنا، هو يعني تبسيط او فكرة المعادلة ان هو بيقول لك طب خلاص خد الفاليو اللي هنا والفاليو اللي هنا واقسمهم على المسافة كي اي زائد واحد. اي زائد واحد يعني عموما في اي حاجة، هو لما بيقسم الستبس يبقى دي اي، اي زائد واحد، اي زائد اثنين، لغاية اي ان اللي هي النهاية، سواء كده او كده، اكس او واي او زد او تي، كله بتبقى كده. فهو هنا مثلا بيقول يعني ببساطة هنا كأنه بيقول لك ايه؟ دي ناقص دي على المسافه بينهم. خلاص؟ في اكس وفاي الموضوع بقى يعني لما يريد ان يستفيد محتاج قرايه شويه. عشان في معادلات كده اكس يعني اكسبليسيت وامبليسيت، يعني فيلم كده ممكن نبقى نتكلم فيه مع بعض. طيب فكده بس يعني لحظه بس، ان كل البرامج اللي انتم بتستخدموها بتحل نيوميريك. فالمعادله بتاعت سانت اللي احنا شفناها دي
بتتحل بقى بتحويل كل الترمات دي الى شكل شبه الشكل اللي على اليمين ده. خلاص يعني انت لو هتستخدم السوفت وير سواء ده او غيره يبقى افتح الدوكيمنت شوف التكنيكال مانوال بتاعته في الهيلب هتلاقي كاتب لك المعادله اللي يخلي بيها طريقه جميله. الحلول عموما لو فتحت بقى كتب هتلاقوا طريقه اسمها ميسلوف كاركترستكس. على فكره طريقه تقسيم يعني مثلا لو عندك دلتا بتدرسها او وادي او كده فاينايت ديفرنس. فاينايت ديفرنس يعني لو انت مقسم الارض الى شكل مسطح يعني فاينايت يعني محدود خلاص. فانت لو عندك مساحه تقسمها لعدد محدود. ما انت لما بتقسم تقول ايه هبتدي من اكس بتساوي صفر اخر الوادي على بعد 4 كيلو ادي 4000 متر هقسمهم لسيلز كل سيل 100 متر في 100 متر بيطلع لك نمبر ده محدود فينيت فاينايت. وفاينايت اللي هي بقى ايه عشان تدينا معنى انها عكس الانفينيت بتاع الاناليتيكال سوليوشن خلاص. فالفاينايت ديفرنس ميثود بتنفع انت بتقسم المش المنطقه ايه 2 دي ده اللي بيشتغل بيه الساب فاينايت ديفرنس لان هو بيعتبر ان الارض الفلور 2 دي فبيقسمها كده. انما ضمنيا هو معتبر ان ليها كونستنت ديبس خلاص في كل المش. فاينايت اليمنت نفس الفكره انت بتقطع الحاجه الاجزاء بس اليمنت تفرق ايه عن ديفرنت اليمنت دول لو الشيء اللي تدرسه ممكن تمثيله بشكل خطوط ماشي اليمنت ده بيبقى لاين يعني خلاص. الهيك اتش ام اس اللي احنا هنشتغل الهيك راس اسف اللي هنقوله النهارده بيستخدم طريقه ثالثه اسمها فاينايت فوليوم ان هو بياخد ان الارض متقسمه لمكعبات يعني مش 2 دي زي الساب بل 3 دي فبيدي بيديك امكانيه انك تتعامل مع الدبس بتاع لو ليه ممكن برضو عشان هي مش في البرزنت في السلايد اللي جاي ليه هو اختار الفاينايت فوليوم مش الفاينايت ديفرنس هنشوف ان شاء الله في السلايد اللي جاي. وده الهيك راس ده الايقونه بتاعته ده الفيرجن الاخير اللي انت سطبته الفاينايت ديفرنس والفاينايت ديفرنس. الفاينايت ديفرنس يعني لو انت عندك سطح نقول مثلا ادي الدلتا اهي ماشي وانت قررت تدرس دي بطريقه ايه؟ نيوميريك. فانت بتروح عامل ايه؟ مقسمها كده. لو السن الواحده عندك 2 دي طب يبقى انت عندك المش الواحده عندك خلاص؟ هي كده وبس. انما هنا مثلا انا اسف الاليمنت الاليمنت بقى بيبقى انت مش بتدرس كده بتدرس يعني عنصر 1 دي فبتبقى الحته الصغيره بص اقراها ولو انا كلامي غلط ممكن عشان انا اجتهدت في دي مش قاريها بعيد ممكن ابص عليها معاك ونصلح المعلومه لو غلطان في دي. نيجي بقى الحته اللي جايه اللي هي ايه دي ده المانوال بتاع الهيك راس. زي ما انتم شايفين الشكل على الشمال دي كده ارض وفيها نهر ومش عارف ايه واتقسمت مش مربعات خلاص. دايما بيبقى فيه مشكله في اختيار شكل المش ليه؟ شايفين مثلا ده مربع اهو المش دايما بيحسب يا اما في السنتر يعني اتفقنا ان المش هي وحده حساب الريزلت في السوفت وير خلاص بيحسب لكل مش. فالبرامج عاده يا اما بتحسب عند السنتر بتاع المش يعني هنا فتديك ريزلت هنا وريزلت هنا وريزلت هنا وريزلت هنا ويبقى ده الحل بتاعك. يا اما ممكن تحسبها عند كورنرز هنا وهنا 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 لكل مش. المشكله فين؟ المشكله ان الطبيعه مش ماشيه مع خطوط ملهاش خطوط. فلما تيجي انت تمثل مثلا مش زي دي ماشي لو حسب لك عند السنتر انت بعيد عن الميه ولو حسب لك عند الكورنر انت بعيد عن الميه مش هتطلع غلط بس هيبقى قدامك حل الاثنين يا اما تكثف المش في الحته دي عشان تديك نتائج سليمه يا اما تقبل ببعض الايرور. الحقيقه البرنامج هيك راس عملوا فكره ظريفه قوي اللي هي بقى الانتقال للفاينايت فوليوم. الفاينايت فوليوم هيسمح بتلافي المشكله دي. هو هنا بقى في البرنامج بيعمل ايه؟ مش بقى بيدرس بس عند السنتر او عند الكورنرز لا كمان بيدرس عند الفيسز تمام؟ الفيس هو بصراحة يعني دي أنا شايفها قفزة كبيرة. لما يدرس عند الفيس أنت كده كده الماية بتاعتك لازم تتقطع مع الفيس. ممكن ما تتقطعش مع السنتر، ممكن ما تتقطعش مع الكورنر، لكن لازم هتتقطع مع الفيس لأنها بتخش المشي وتخرج منه من الفيسز. واخد دي؟ هو لما يحسبك عند الفيس تمام؟ فبيبقى الريفر داخل كده أو الماية داخلة كده، فلما بيدرس هنا
بيديك الريزلت بتاعتها. واضح يا جماعه الكلام؟ واضح صح؟ مش عارف حاسس ان الناس نامت ولا ايه؟ ماشي؟ البرنامج ده واي برنامج تاني في حاجه اسمها كونديشنز. يعني ايه؟ هو هيجيب لك الحل منين؟ من الحقيقة اللي انت هتقول له مثلا كان ايه مثلا؟ لا قدر الله سد اتكسر ماشي؟ فاحنا بندرس ظاهره موجه الميه الناتجه اللي كانت متحوشه قدام السد وهي راح تضرب الداون ستريم. طيب ايه اللحظه الاهم في الموضوع؟ لحظه بدء تكسر السد. فانت محتاج المعلومه دي صح؟ محتاج معلومه ايه تاني؟ طب هي في ايه في الداون ستريم؟ يعني الميه دي راح على ايه؟ راح على جبل، راح على ارض مايله كده، راح على ارض مايله كده. فانت علشان تصف للبرنامج هو في الاخر بيحل لك ايه؟ انت بتوصف له ارض وتوصف له كونديشنز ميه وتقول له طب اللي انا وصفته لك ده للميه لما هيمر في الارض دي هيحصل ايه؟ ما تنساش احنا اصلا بندرس ايه؟ فلاش فلاب ويف بروباجيشن، يعني انتشار موجه الفلاش فلاب وهي داخله على ارض فلات، صح؟ ده اللي بندرسه؟ طيب يبقى احنا بندرس ايه بقى؟ عندك الويف بتاعت الميه دي اللي داخله على دي ده الجسم المائي اللي داخل. الدلتا نفسها او الفان اللي احنا رسمناها دي الكونديشن بتاعت المنطقه. في ديفينيشن، بصوا في كلمه كده لازم تحفظوها، حاجه اسمها باوندري كونديشن وحاجه اسمها الانيشال كونديشن. واضحه للشباب؟ واضحه. الباوندري كونديشن هي ايه؟ حد مش عارفها؟ لا حد مش فاهم ايه الباوندري كونديشن؟ ماشي بالظبط. يعني دلوقتي لو اعتبرنا ان احنا بنعمل محاكاه ادي اهو نهر داخل وبعدين بيقسم على ترعه، يعني على فرع يمين وفرع شمال. ايه الباوندري كونديشن؟ باوندري كونديشن الخط، يعني كاننا خدنا كروس سيكشن في النهر والميه داخله عليه، داخله هنا. فدي ده اب ستريم باوندري كونديشن، دي بدايه القصه في المكان. انتوا سكوتكم ده فهم ولا نوم ولا ايه الحكايه؟ اصل مفيش رد فعل خالص، يا اما انتوا فاهمين قوي يا اما انا بغني. طيب لا انا اسمع لازم كده صحصح ان انتوا تعال ما تخافش. حد فيكم اشتغل في حاجه في المعهد بالفعل حتى الان؟ مش هتعمل اكيد اشتغلت في فلاش ولا حاجه؟ مش عارف قول لي اسمه ولا طالب تستاهل كده؟ في الاقصر. فعندنا محافظه الاقصر كده ادي نهر النيل اهو وادي وادي، اعتبر ان ده الوادي اللي انت درستيه. والله بوظ لي انا يا جماعه يا اسف. لا 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 يمكن من ضمن الناس كده فاش. انا اسف كنت راسم محافظه ايه مش محافظه فاش. خلاص انا لا حركتني قدام الناس لازم اصلح حتتي ماشي. فازي الحوض اهو ده من مهندسه تمام درسته وحاطه استخدمت ربنا الهيدرولوجي سواء الدبليو ام اس او غيره. فدي المطره جمعت عملت الهيدروجراف هنا بنمثله بالشكل ده، دي موجه السيل. يعني كل الهيدرولوجي تجمع في الاخر عن طريق يعني ده رمز للسيل اللي هو عباره عن ايه؟ تغير في الزمن. فاعتبرنا مثلا ان السيل قعد يومين مثلا ووصل للبيك اللي هي كانت وليكن 90 متر مكعب في الثانيه وهكذا. طيب فاضل ايه بقى؟ ان الحته دي فيها نقول مثلا مدينه. ادي نهر النيل وادي مدينه والسيل داخل المدينه. ايه اللي احنا عايزين ندرسه؟ انتشار موجه السيل اللي جايه دي في المكان ده. صح كده؟ يبقى دي حدود الدراسه بتاعتنا. دي ايه؟ ما قلت كلمه ايه؟ لا حدود اللي ورايا دي ايه؟ حدود اللي هي الباوندريز. خلاص كده؟ فانت لما بتحرف منطقه الدراسه بتاعتك بتعمل لها باوندري. ليه؟ لانك مستحيل تدرس كل حاجه. زي ما قلنا انت لو بتدرس ترعه يعني اصغر ترعه في الدنيا اتس امبوسيبل تو كولكت اول ذا داتا اور رون اول ذا سيميوليشن تايم. خلاص فانت لازم تبص. فاحنا هندرس المنطقه دي. فعشان تدرس اي حاجه لازم تحدد لها حدود اللي هي الباوندرز. انت محتاج نوعين، حدود في المكان انك بتقول انا بدرس من الحته دي كده كده خلاص، ومن هنا هنعرف حدود المكان يا اما اب ستريم. اب يعني في الاعلى اللي ناحيه الميه، الميه دايما بتيجي من اب دايما، فناحيه الميه اللي هي الاب ستريم. الميه في الاخر اخر المنطقه انت بتدرسها الميه بتصل لحته، ففي الحته دي دايما بتبقى تحت. فعشان كده خلوها حدود دنيا داون ستريم باوندري كونديشن خلاص. والجانبين التانيين يعني هم بس تقفيل يعني طبعا مهمين بس ما بيخشش منهم ميه. دي حدود منطقه الدراسه. انت لازم تستذكر وتختار النقطتين دول بعاد قوي
عن ان الميه ممكن تخرج منهم، لان في الحاله دي الجن ده هيبقى ايه؟ هي داون ستريم باوندري كونديشن، رغم ان هو مش تحت، بس طالما الميه خرجت منه بقى داون ستريم باوندري كونديشن. ماشي؟ طيب فده كده الباوندري كونديشن من حيث المكان، من حيث الزمان. ايه بقى؟ تايم. ايه الباوندري كونديشن تايم؟ ايه الاب يعني إيه مش اب بقى، تبقى الانيشال صح كده؟ لان الزمن دي انيشال ودي اند، انما المكان دي يعني اب وده خلاص. فايه الانيشال بتاع الزمن؟ بدايه الله يفتح عليك اللي هي بدايه الايه؟ بدايه الموجه بتاعت السيل خلاص. ما الزمن يعني في الرسمه دي التايم كده والكيو كده او الاتش، ففي اللحظه دي الانيشال. يبقى انا لو درست البتاع ده 1000 سنه قبل اللحظه دي هيبقى ايه؟ واحد. مفيش مدخل صفر ففي صفر. انما من هنا يبتدي بقى يحصل شيء. فانت بتدرس يبقى دي بدايه التايم بتاعك لغايه فين؟ لغايه فين؟ دي كده الستارت. فين الانت؟ لحد نهايه اخر نقطه الميه بتقع في الدم ستريم. طيب مين يزود؟ مين يزود؟ طب خلينا نرسم الرسمه تاني عشان تبقى واضحه. ادي المنطقه اللي احنا بندرسها، ادي الهيدروغراف داخل اهو، ونقول ان ده مثلا كان يوم ونص خلاص؟ يوم ونص، وادي الهيدروغراف وادي النيل مثلا، عشان احنا بنتكلم على ايه؟ محافظه الاقصر زي ما باشمهندس. ها ايه الاند تايم بتاعنا؟ الستارت تايم اهو، هنعتبر ان دي اللحظه مثلا يوم الاحد الساعة 4 العصر خلاص؟ دي بدء البتاع، وده يوم ونص، يبقى يوم ايه؟ مثلا الاثنين 4 نحط عليها كام؟ 10 كام؟ يبقى 4 الصبح؟ ولا يبقى 3 الساعة 4 الصبح؟ 3 الساعة 4 الصبح؟ يبقى بداية ونهاية المحاكاة. البداية قلنا هتبقى ايه؟ لحد الساعة 4 العصر. النهاية هتبقى امتى؟ بعد الثلاثة بشوية. بعد الثلاثة بشوية. مين يقول حاجة تانية؟ حاجة تالتة؟ رابعة؟ يا جماعة شخشخوا كده عشان تعبوا. ممكن سرعة المية تبقى صفر، معناها ان هي مش هتتحرك. انت عرفت منين سرعة المية؟ انت كده انت حسبت، احنا لسه عايزين نقول للبرنامج حل لنا من امتى لامتى. والرقم تاني بيزود بينقص اي حاجه. خلاص الاجابه الوحيده اللي خدناها لازم تنجح، فطبعا اجابتك سليمه. لازم بعدها بشويه. ليه لازم بعدها بشويه؟ ليه مش عند اللحظه دي؟ ليه ما نخليش البرنامج يشتغل من 4 العصر ل 4 الصبح؟ هتقول ليه لا؟ لان في اللحظه دي اخر نقطه ميه هتبقى فين؟ هنا. واحنا بندرس ايه؟ ده. يبقى انا مهتم لما نقطه الميه دي تبقى فين؟ ففي ده تايم. عشان التايم ده لازم تخلي نهايه المحاكاه بتاعتك سموير بعدين خلاص كده. فدي التايم باوندريز والايه؟ والسبيس سبيشال. كلمه سبيشال لما تبدل الدي ايه تبقى سبيشال اللي هي المكانيه. هتلاقوا كلمه كتير جدا في النمذجه. طيب هنا بقى نقول حاجه. ففي الرسمه دي عندك اللي هنا ده يعني ده التمثيل يعني ده الاب ستريم باوندري كونديشن، الطرفين اللي في الاخر داون ستريم باوندري كونديشن، تحت بوتوم واب او بوتوم وسيرفيس باوندري ما اتكلمناش عنهم دول صح؟ الرسم المضلعين الازرق غامق والازرق فاتح، سيرفيس باوندري وبوتوم باوندري، ايه دول؟ حد يخمنهم كده؟ لو اللي احنا لو المنطقه اللي احنا بندرسها خصائص التربه اللي فيها عاليه النفاذيه بحيث ان ممكن في الحته دي يحصل ان الميه تتنفلتريت تخش في الارض، يبقى معنى كده ان الميه اللي خارجه من هنا غير الميه اللي داخله من هنا، نتيجه الميه هتخش تحت، يبقى ده كده ايه؟ بوتوم باوندري، ان الميه كده هتخش. يشبه لها شبكات تصريف مياه الامطار، ان بيحصل لك حاجه من تحت بتقلل الميه بتمتص. طب السيرفيس باوندري ايه يكون ايه مثلا؟ ايفابوريشن او رينفول، ان الميه بيحصل لها حاجه. عايز تعترض انت شكلك بس بتمسك الموس خلاص. الرسمه اللي على الشمال دي انا قصدت بيها ايه؟ دي تمثيل ان عارفين لحظه انفجار الكون ده البيج بانج الاولانيه، ان في اللحظه دي حصل حاجات
بتؤثر على الحياه بعديها. يعني شكل البدايه بيأثر على ما يحدث فيما بعد. ايه ايش الراوند ريمون؟ خلاص؟ بس ما تخشش في البيت بانك. انواع بتاع الماثيماتكس، معلش نرجع بقى تاني للغم بتاع الماثيماتكس. بص بقى، في برامج زي برنامج الاس ام اس، وده اخو الدبليو ام اس. انتوا طبعا كلكم شفتوا الدبليو ام اس، والباشمهندس اللي ما شافش معانا في الدوره دي سمعت عنه قبل كده. ماشي، الدبليو ام اس ده برنامج هيدرولوجي للمحاكاه، من اول حركه ان السحاب بتمطر لغايه لما يتكون عندك الفلاد على الارض. البرنامج ده الدبليو ام اس ليه اخين، اخ اسمه اس ام اس واخ اسمه جي ام اس. الاس ام اس ده اللي بيستخدم لمحاكاه حركه الفلاد. في الاس ام اس احيانا كثيره بيبقى الانيشال كونديشن واجب، لازم تدخل الانيشال كونديشن. يعني ابشركم ان في الهيكروس بيقبل انك ما تدخلش الانيشال كونديشن. غريبه صح؟ احنا قلنا ما ينفعش. انا اسف ثانيه واحده، المقصود من هنا ايه الانيشال كونديشن؟ برضه حاجه ثانيه معلومه قلنا تكمل اللي قلنا. احنا قلنا الانيشال كونديشن هي لحظه البدايه صحيح، بس في معلومه ثانيه مهمه، هو الوضع كان ايه جوه ساعة اللحظة دي؟ الانيشال يعني ايه؟ يعني سؤال بسيط، المنطقة اللي مات مثلا لو كانت جافة تماما أو غارقة، بلاش غارقة يعني ممتلئة بالماء، حصل زي ايه؟ حصل سيل قبلها بيوم ماشي؟ فالأرض مليانة مية، وبعدين جه السيل ده، هل جافة تماما أو غارقة؟ تفرق في الأناليسيز بتاعنا؟ طبعا تفرق، المية داخلة على دراي ولا داخلة على تفرق. فدي ايش برضه كونديشن اللي هو ايه؟ عند بدايه المحاكاه كان الوضع ايه كمان جوه؟ خلاص؟ دي بقى الحمد لله الاتش ام اس ما بيطلبهاش بشكل فردي، يعني ايه؟ هي إيه اوبشنال، لو انت عندك حاجه عايز تقولها حطها، ما عندكش يا رب افترض انها ضايع ويشتغل. اجاركم من بعض، في سوفت وير يقول لك لازم تدخل الانيشال كونديشن. اتفضل. لو بيحصل تغيير هو بيبني عليها، يعني لو في البدايه جاف وبعدين اكيد طبعا بدايه المطر ممكن تسبب تشبع طبعا، وفي مراحل لاحقه برضه ما زال في مطر صح، واصبح السطح قوي مظبوط، اصبح مثلا المايه هتجري عليها ايوه ايوه، بتوصف كل الستوبس دي ولا هو لا هو يعني اصلا يعني ايه انت يعني ايه؟ لا يعني في اللحظه صفر، هي يعني المهم اللحظه صفر، اللحظه اللي هيبتدي فيها المحاكاه. لو قلت لك مثلا اوريك حاجه عذاب، يعني في الاس ام اس ده تحس انه مش عارف بيستخدم مش عارف ليه. يعني مثلا هنفترض ان دي الدلتا ماشي، والتضاريس بتاعتها من الارض دي عاليه وليكن منسوبه 100 والباقي منسوبه 10، ما ينفعش تشغله كده تقول له والله يا عم دراي صدقني، لا ما ينفعش ده، لازم تعمل ايه؟ تعمل رن ثانيه قبل الرن بتاعتك وتقول له منسوب الميه في كل المكان ده كام؟ 101 مثلا، وتقول له اعمل رن، وانت تقول له اعمل رن بتدخله صفر من هنا ماشي، صفر خالص لمده شهر مثلا وتخليه يعمل رن، وهنا تقول له الدوري سيري مانجر كونديشن، فهو شغال لمده شهر ومفيش ميه داخله، بيحصل ايه ال 101؟ وقت ما توصل المنسوب ده تروح واقف. في الحاله دي انت فهمته ان الارض دراي ماشي، انت عملت لك رن بقى ايه اسبوع وشعرك وقع وحالتك بقت صعبه قوي، فاهم؟ انت بتعمل محاكاه كامله قبل شغلك وانت مش عايزها. فالحمد لله اتش ام اس فاهم ان في حاجه اسمها دراي، دي نعمه ان الواحد يفهم الارض الرايده. فانواع الباوندري كونديشن يا جماعه دي بقى اسامي ايه؟ يعني في الرياضيات وفي الموديلنج وكده. دي طبعا اسامي بعيد عنكم، يعني دي اسامي ناس بقى وشكلهم مش انجليز فمش عارف انطقها. دريكليتنج دوت ده سبيسيفيك هيد نيومان كاوتشي. المهم يعني سيبكم من الاسامي عشان ما تحرمنيش ونخش في المعنى. احد الباوندري كونديشن سبيسيفيك هيد، يعني ايه؟ احنا قلنا ان الريزلت بيعتمد بدرجه كبيره قوي ايه شكل الميه حوالين المكان، اللي هو من ناحيه الاب ستريم اللي هو الهيدروغرافي اللي داخل، ومن ناحيه الداون ستريم الميه رايحه على ايه. فلو مثلا في الحاله بتاعت الاقصر الميه داخله ايه؟ على نهر النيل. نهر النيل معروف ان الميه هنا في الصعيد يعني في الساوث الميه الاعلى منها في النورث في اي مكان، يعني على حسب بقى انت بتدرس مساحه قد ايه. لو بتدرس مساحه كبيره قوي مسافه 100 كيلو ولا 200 كيلو بيبقى فرق كبير واضح ما بين الاثنين، لو بتدرس حته صغيره بيبقى الفرق مش ملموس. طيب وايه بقى كمان المنسوب؟ يعني مثلا لو افترضنا انك بتدرس حته محافظتين وثلاثه جنب بعض،
هيبقى هنا المنسوب ايه؟ ما اعرفش مثلا نقول 95 وهنا المنسوب 90 مثلا، منسوب الميه، لان طبعا الميه نازله كده في النيل. فانت لازم لما تيجي تعرف بقى الناحيه دي من الموديل تقول له ان هنا منسوب 95 وهنا 90، وتقول له الانحدار شكله عامل ازاي بتاع الباوندري كونديشن. حاجه اسهل بكتير قوي لو البتاع ده بيصب في البحر. يا سلام، حاجه جميله جدا. شفت في الجدول فانا طلعت شويه كده يعني. فالدكتور اسلام اللي يقول يعني معاك نصف ولا لسه؟ لسه مش خلصت على باري لسه. طلبته مع الشركه الجديده بس؟ طيب. فلو كاتش وانت يعني مثلا عندنا دراسه ولسه يعني على وشك انها تخلص ان شاء الله. حوض بيصب في الخليج السويس. ماشي؟ خليج السويس ده يعني جزء من البحر، من البحار يعني في العالم. فبقى ممكن جدا ان تعتبر ان كل الساحل بتاعه منسوب البحر ايه؟ منسوب سطح الميه ثابت وبيساوي مثلا صفر. ده تقريب يعني لو انت دخلت على العلم الشديد كان غلط، بس كتقريب مقبول جدا انك تقول ايا كان بقى. يعني انت لو عندك بتدرس حوضين ثلاثه ومساحه طويله وبتاع مش مهم، تقدر تعتبر ان كل الميه دي بتصب في سطح الووتر ليفل بتاعه ثابت وبيساوي صفر. مقبول ذلك خلاص. فده يعتبر الدشمك سبيسيفيك هيد، بحيث ان هي بتاع المينيا بتاع سبيسيفيك هيد ده ستريم سطح الميه معروف مسبقا خلاص كده. واضحه الحته دي؟ مهمه بس حد مش واضحه؟ تمام اوكي. الثانيه سبيسيفيك فلو زي الهيدروجراف اللي انت عارف الميه اللي داخله ايه او خارجه قد ايه، معدلات يعني كم متر مكعب في الثانيه داخله او كاوتشي هيد ديبندنت فلو. يعني ايه؟ دي بتبقى نوع من الباوندري كونديشن عباره عن علاقه ما بين ارتفاع الميه والتصرفات. زي مثلا ان يكون عندك انت بتدرس داون ستريم هدار، كانك عامل في منطقه الدراسه هدار. فانت يعني ده هدار مثلا، بس الارض من فوق كانه هدار كده خلاص. فانت بتدرس الحته دي في الداون ستريم، وده اعلى، ده الاب ستريم باوندري كونديشن بتاعك عامل هدار. انت عارف ان الهدار ده معدي، وكل سطح الميه ما ياخد ليفل معروف معين، ده معناه كيو معين، يبقى في علاقه بقى ما بين الهيد والكيو. فانت ممكن تعرف تدخل على الموديل تقول له معادله ايه، فهو يشوف الليفل ووتر قد ايه، يعرف الشارج اللي خارج قد ايه. سواء هدار اب ستريم او داون ستريم. البرمي او البوتوم ده فاكرين لما قلنا الباوندري كونديشن اللي تحت مسموح لك انك تعتبره غير منفس في الحالات طبعا لو الامر ينفع يعني. طيب السؤال بقى، انا اعتبره منفس ولا مش منفس؟ لو اعتبرته منفس هيحصل ايه؟ لو اعتبرته مش منفس هيحصل ايه؟ هو الصح ايه؟ صح البيور يعني، صح يعني منفس. اي حاجه من الفيزياء، اي حاجه لو صخر ولا هينفي، بس طبعا بمعدلات بقى. فانت بتدرس ظاهره، قلنا ان ظاهره السيل ايه؟ يوم يومين ثلاثه بيبقى كتير قوي يعني. هل الانفلتريشن بقى كظاهره ثلاث ايام فيها يعتبر كوانتيتي كميه كبيره بحيث تؤثر على حجم الفلاد؟ الانفلتريشن ابطا بكتير من السيرفس فلو يعني بقى. يعني لو انت معاك مليون متر مكعب وسايبهم ينحدروا على سطح الارض، هيتحركوا بمعدلات اعلى بكتير جدا 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 من نفس الفتره نفس الفوليوم ده وسبته انفلتريت. يعني انت لو صورتها كفيلم هتحس ان اللي فوق ده صاروخ طالع وماشي على اللي بينفلتريت من تحت، يعني واحد ماشي على رجل خلاص. فعشان كده يمكن في حاله الفلاش فلاد دي انك تقرب وتعتبر الاسطح امبريبل غير منفذه، لان المايه اللي هتنزل غير مؤثره على الريزلت النهائي خلاص كده. نفس الكلام ينطبق على الايفابوريشن خلاص. نقطة
الاوتر سيرفيس. الاوتر سيرفيس انا مش عارف حاطط عليه ايه شبه السبيسيفيك هيد الاخرانيه دي شبه. طيب كيس ستادي، هنا الكيس ستادي هنحكي عن كيس ستاديز اثنين كانوا في المعهد هنا، واحده سمبليفايد واحده مور كومبلكس شويه. السمبليفايد كانت دراسه لحمايه الزعفرانه، واضح طبعا هي وادي مسوب على غرب خليج السويس. ده شكل الكاتشمنت اللي ده الفرق. يعني بصوا المربع الصغير ده بيبين بيفكرنا فرق بين الهيدرولوجيكال ستادي والهيدروليك ستادي. الهيدرولوجيكال ستادي بتدرس الاصفر ده المساحه الصفراء، الهيدروليك ستادي بتدرس اللي جوه المربع الاسود. عشان كده يو كانوت اجنور انفلتريشن في الهيدرولوجيكال ستادي، ده اسينشال، والكيرف نمبر اسينشال، انما في الثانيه دي يعني تجاوز. هنا كان في الفتره دي كنا لسه بقى يعني بنحبو في موضوع الهيدروليك دوت، انا يعني كنت بحبو. ف عملتها وان دايمنشن بالهيك راس. الهيك راس الوان دايمنشن القديم ده مربوط بالارك جي اس اللي اسمه هيك جي وراس. هيك جي وراس ده وسيله انك تشتغل على الارك جي اس، تعرف الكاركترستيك بتاعت المنطقه اللي بتدرسها، لان ده تعريفه سهل قوي في الارك جي اس. دم بقى وكروس سيكشنز وتعيش حياتك، وبعدين هيك جي وراس يحسح شدد لك الداتا وعمل لها كونفرت للفورمات، تروح تشتغل رن على الهيك راس على طول. الاسينشال بتاع الهيك راس 1 دي انك تعرف السنتر لاين بتاع الووتر فلو، تعرف طبعا الهيك راس الار اللي في الراس دي كلمه ريفر، فهو عشان هو اساسا ريفر. عشان كده كل المصطلحات اللي هنتكلم فيها دلوقتي تحسوا ان انتوا ايه علاقتها بشغلنا، علاقتها ان انت محبوب لبرنامج ريفر. فالسنتر لاين بتاع الفلو، البنك اليمين والبنك الشمال، ومش عارف تو لاينز برضه زيهم كده، بانكس وفلو باس وكروس سيكشنز. المفروض هنا بقى هيتقاطع الشغل بتاعنا مع شغل اخواتنا بتوع المساحه. ادي انبوت اسينشال ضروري وحتمي ولا بد في الهيدروليك موديل ال1 دي، اللي هو ايه؟ كروس سيكشن بتاع حركه الميه. الخطوط الخضراء دي المفروض ان هي بتمثل كروس سيكشنز انت رفعتها مساحه وبتدخلها على الهيك راس على البرنامج. دي اساسيه، لو فيها غلط يبقى لازم تبوظ بعدين. كان الهدف من الدراسه دي حمايه القريه بتاعت الزعفرانه اللي هي رافلي كده المناطق السوداء، المناطق السوداء دي تحتها يعني بتحل مكان بيوت الناس. فكانت الميه بتيجي من هنا من كده وبعدين تصل للبحر، وهي رايحه على البحر بتروح خبطه بيوت الناس. فكان الهدف الدراسه ان احنا عايزين نسال يا ترى بيوت الناس محميه ولا لا؟ ولاي درجه؟ تمام؟ لان هو ده نبره الفرز. طيب كان الشغل ازاي؟ زي ما قلنا فتحنا الارك جي اس، ده برنامج يعني اللي ما اشتغلش فيه كل لازم هنشتغل فيه ان شاء الله. دخلنا الانبوت داتا، يعني خطوات بروسيس معينه هتشوف يعني بعدين نتكلم فيها لو عايزين، لغايه لما في الاخر طلع الانبوت داتا تروح توديها على الهيك راس. الهيك راس بقى ده برنامج هيدروليكس، فكل الانبوت اللي فيه والرن اللي فيه بيبقى متعلق بالميه وخصائص الفلو كده. والبتاع ده بيمنع ماشي، اخليها سهل مش مشكله مش محافظ على الميزه. تمام، دي الواجهه بتاعه الهيك راس القديم، شايفين الفيرجن 4 بوينت سمثنج يعني. ال1 ديز فضلت لغايه 4 بوينت حاجه، وهتشوفوا دلوقتي ان من اول فيرجن الخامس دخلوا في 2 دي. الناس بتتطور ماشي يا جماعه. دي الانترفيس بشكل تقريبي يعني دي يعني لما الحاجات دي بتكتمل كده يبقى انت ممكن تعمل رن للبرنامج. بنبص بسرعه، انت محتاج تعرف المشروع ايه. المشروع هنا مقصود بيها جنرال كده على البرنامج بتاعك، ايه المكان يعني في خط البروجكشنز بتاعت المساحه الاسقاط، يعني متعرف فين الاسقاط، متعرف انت شغال فين، متعرف اسم المشروع، مسيبه فين على الهارد ديسك، حاجات عامه كده. البلان الخطه دي كانك بتقول بلان، يعني ايه؟ هعمل رن كام يوم من يوم ايه ليوم ايه؟ هيحسب لي اللي قلنا عليها بقى اللي هي التايم كومبيوتيشنال تايم وحاجات كده يعني. وبعدين الجيومتري انك محتاج تعرف منطقه الدراسه، دي البيانات اللي جايه من ابي جي اس اللي احنا قلنا هنا اللي هو ايه؟ الحدود بتاعت المنطقه، الاب ستريم والداون ستريم والكلام ده.
هنا دي فاضيه ليه؟ لان دي حط فيها داتا وانت بتدرس ستيدي فلو. احنا دي فاضيه ودخلنا عملنا يعني ان ستيدي فلو لان ظاهره الفلاش فلاد ان ستيدي. خلاص فانسوا الستيدي خلاص ده في الانهار وكده. وطبعا في فوق تولز كتيره بتساعدك تعمل حاجات اخرى كتير. ده يبقى شكل الموديل كده اما بيكتمل الانبوتس بتاعته. شايفين الخطوط الخضراء؟ ملاحظين حاجه؟ انها اتكثفت قوي 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 هنا. ليه اتكثفت قوي هنا؟ يعني شايفين ماشيه حلوه هاديه كده وبعدين جت هنا ليه؟ ايوه الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. الميه لما بتقرب يعني اخر الخط الاصفر ده سطح البحر. لما الميه بتخش بقى خلاص داخله على البحر بيبقى في كده انحدار كده شديده والميه بتتغير بسرعه يعني المنسوب والكاركترستيك فيه. فعشان كده محتاج تكثف نقط الحساب. رفلي زي ما قلنا ادي اهوت في المساله ديت كان عندنا تو باوندري كونديشنز. تو ادي باوندري كونديشن اسمه فلو هيدروجراف وستيج هيدروجراف. دول اللي هو كونستانت هيد قلناه وده اللي هو نيم ديستشارج. في الحاله دي كانوا الاثنين دول مستخدمين. الستيج هيدروجراف كان هنا اهو اللي هو عرفنا ايه سطح البحر ثابت وبيساوي صفر. الفلو هيدروجراف عرفناه هنا اهو وكان الهيدروجراف طبعا برسه هيدروجيه. ده الهيدروجراف طبعا برسه هيدروجيه وده على فكره دي الاوتبوت يعني دول اللي متبرمج ماشي. ده مش اكسل فايلز، دول الصور دي اللي متبرمج. فهو شايف كده، هو شايف سطح البحر كونستنت وشايف فوق الهيدروجراف ايه كده. بعدين بقول لكم ان هي الانيشال كونديشن انا ما دخلتش حاجه. خلاص ما فيش اي معلومه انا دخلتها. او سوري ده هنا دخلت واحد انا اسف هنا في الوان دي انا دخلت كان رقم قليل جدا تقريبا ايوه هو كان رفض صفر. دخلنا رقم قليل جدا ليه؟ عشان يقترب من الدرايف ماشي. ما هو 1 متر مكعب نخش على دلتا لا شيء تمام. فكان ده شبه الدراي يعني. دي كانت الريزلت في الاخر. ده بروفايل للايه؟ للفلاد وهو داخل طبعا عالي فوق كده شيت فلو وبعدين حته اضطربت كده في الاخر. اللي اضطرب في الاخر ده مش منطقي قوي غير ان انا غلطان في الداون ستريم باوندري كونديشن بشكل او باخر. بس بصراحه ده كان اخري ساعتها خلاص فمعلش يعني. بس ده كان احسن حاجه ساعتها يعني. انا رحت حتى قعدت مع الدكتور بتاع الجامعه وقعدنا ده كده يعني اخرنا. ليه قلنا ان ده غلط؟ ليه قلنا ان ده غلط وبكينا على الاطلال؟ ليه؟ عرفت ان ايه اللي غلط؟ طب ما هو دي نتائج الموديل يبقى صح. ليه قلنا ان غلط؟ بالرياليتي بالظبط ان في الحقيقه ما تبقاش كده. فانت الحقيقه هي اللي بتحكم عليك خلاص؟ اتفضل يا باشا. لا ما هو انت الميه رايحه على بحر تخرج الكلام ده ينفع في حالة إن أنت يكون عندك في الداون ستريم خضار أو براج أو أي حاجة. لا مش ما في الآخر مش قصدي هو أنت بتعرف الباوندري كونديشن يعني. أنت لما بتقول على حتة باوندري كونديشن بيبقى الخطوة اللي بعدها على طول إنك تدخل الداتا. أنت مش باوندري كونديشن خلاص لأن فكرة إن المية بتعدي دي بطول المجرى يعني. سيبك من لحظة البحر، اطلع من البحر كيلو ما هو نفس الفينومين، مية داخلة ومية معدية. الباوندري كونديشن احنا مش بنصف الطبيعه قد ما بنصف داتا عندنا. فكان الداتا اللي عندنا ان الوتر ليفل كونستنت وهو فعلا كونستنت لان ميه الفلات ده لما بتخش البحر ما بتعديش منسوبه. دي برضه حته تقريبيه. الفلات مهما كان حجمه ما بينفعش منسوبه سطح البحر. هي دي اللي مساعدانا. لكن البحر لو كان ضيق الاثنين خيالا يعني لو كان البحر ضيق حته صغننه كده والسيل داخل عليك هيرفع منسوبه صح؟ ما كانش ينفع ساعتها نفترض ان منسوب سطح البحر ثابت. كان لازم ندخله كانه فانكشن في التايم او فانكشن في حاجه. نشوف الحمد لله رب العالمين. طيب الاوت بوت بقى لما جينا نطلعه في الاخر عشان يبقى شكله يعني مفهوم شويه كده تمام. الميه كانت تعيا في يعني في الاب ستريم
كده. ده تقريبا كانت لحظه الماكسيمم ماكسيمم ديبس. يعني واضح طبعا ان البكسلز كبيره ماشي. بس يعني كان اهم حاجه همنا في الموضوع ان الميه واضح انها ماشيه كده وطالع البحر من هنا. شايفين السنتر؟ كان هنا في سنتر. شايفين الحته دي؟ كان الميه متركزه هنا. واضح ان الميه بتتش بتخبط في المنطقه القريه دي من الجنب ده. ودي مفيش تاثر ودي مفيش تاثر. وان في الطريق اللي هو الخط الاحمر ده الطريق ده مهم ان الحته دي من هنا لهنا هي بس القابله للتاثر. والحمد لله ان الحقيقه كده. ولا يا ريت. ايوه لا لا كان في والله شغل مساحه بس شغل مساحه خلصان هنا تقريبا ما استخدمناهوش طبعا. احنا دايما عندنا عقده في المساحه. الله يعزك يا باشمهندس. اتفضل. ايوه انت عايز تقول حاجه؟ انت بتقول يعني حضرتك مكمل باقي مش مكمل ده انا كل اللي استخدمته ده عشان بعيد عنك ده هقول لك. هي في عقده دايما بتتكرر دايما ان يا جماعه انتوا عارفين الدم طبعا اللي هو تمثيل لسطح الارض وده مجاني وعلى النت ومتاح وبتنزله وبيغطي كل الارض كلها. احنا المفروض بنعمل رفع مساحي علشان نكثف المعلومات في الحته اللي احنا عايزين ندرسها بايه؟ بغزاره. المشكله ايه؟ ان انت عشان تكثف داتا بداتا لازم يبقى الداتا متجانسه. البروجيكشن فاكرين؟ يعني بصوا لو 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 المنسوب بتاع النقطه ديت على الدم 100 وهنا صفر خلاص يبقى فرق المنسوب 100. يبقى لو رحت رفعت مساحه المفروض دي يبقى منسوبها كام؟ 100 ووصل لصفر. انما لو لسبب او لاخر يعني ما توفرتش وسيله ان احنا نعرف ان هنا 100 فبنروح عاملين ايه ساعتها واحنا في فين؟ طب نفترضها ب 1000 فرض كده ونقعد نمشي نصل هنا لكام؟ ب 900. يعني الفروق صحيح يعني ماشي بس المشكله ايه؟ انك ما تعرفش تضيف دي دي. ما ينفعش ترجع لا لانها مش ثابته. انت بيبقى عندك هنا فرق 10 متر، هنا فرق ساعه، هنا فرق خمسه. يعني مش بتطرح رقم او تجمع رقم. تعمل بالعكس تخلي منسوب سطح البحر عندك من 900 بتاعت المساحه. كلام سليم لو البحر هنا يعني بص انت عارف مد الجزر دي تبوظ لك نسبه كبيره من الفكره. بس كده في الحالتين ازاي؟ مد الجزر عندك يعني سواء هنا صفر أو 900 كده كده البرنامج بيفهم أرقام. أنت ما تلاشيتش المادة الجاسمة. دلوقتي أنت بقى لو بترفع مساحة بإيدك ماسك القمع واقف وده سطح البحر ساعة ما أنت كنت هناك. ساعة ما أنت كنت هناك. مع إن ممكن جدا ده يبقى لو أنت رحت بعد ساعة بعد خمس ساعات هتلاقي سطح البحر كده. أكيد الراجل اللي هيرفع ده في أحسن الأحوال هيقف فين؟ والاقرب ان هو فين. طيب وده اتلاشى ازاي بقى؟ ما اتلاشاش في الحاله الثانيه بتاعتك. ما استخدمش الدم بس ما استخدمش المعادلات الخمسه. لا لا اقصد يعني قصدي موضوع مد وجزر في الحالتين في ايرو ناتج عن المد والجزر. طبعا في مد وجزر وبعدين حاجه ثانيه. بس الاضافه البيانات المساحيه حاجه ثانيه. وانت ايوه ادق لو ركبت لا لو اناف ما مش اناف يعني في الحاله بتاعتك ديت شايف النقطه الحمراء دي؟ دي اخر بيانات رفع مساحه. ما كملش داون ستريم على انا شفتها بصراحه لما بيطبقوا حاجه زي كده الاكراس انا ما شفتهاش يعني على المينيموم وقدروا ان يطبقوا الاكراس مع دي ام طالما دخل في هيدروليك موديل فهو محتاج داتا. هم كلامهم صح. يعني رفع المساحه حتى مش كفايه عملوا طيران جلايدر عشان يجيبوا والله يا ريت ظروف بالسم يعني كانوا بيحسبوا الفرق لغايه 5 سم. تخيل عاملين كل 5 سم عاملين كنترول وبناء عليه عنده داتا فبيسحب الهوت فيكشن وابتدي يعمل عليه ان هو ما تخشش في الانتنسف اناليسيس عشان دي ام في الاخر الدي ام يعني السلم الواحده بتاعته 90 متر. يعني كيب الجمله يعني كلامك صحيح بس فريز الجمله دي وخليها اخر البرزنتيشن بتاع 90 متر خلاص. لكن طبعا كلام الدكتور احمد كومبليتلي ترو. بس تقدر تقول ايه؟ على قد الحافه من رجلك. ده المتاح عندي. استخدم رفع مساحي عند غايه النقطه الحمراء دي. طب الميه بعد كده راحت فين؟ النور يبقى الشغلانه باظت. على الاقل اعمل تحت يعني الاستكاشن الكروس سكشن الجزء اللي تحت. ايوه مش هيركبوا على بعض يعني. انت فاكر كان رافع المساحه راكب على الدم ده مشفتين كده هتعمل ايه؟ بص يا ريت لو تعرف لو انت او حد بتاع مساحه تعرفه يقدر يحل لنا المشكله دي يبقى عامل فينا خير كبير. ممكن
احنا عندنا كميه داتا. لا لا، لو كان في الموقع مثلا وراح رفع منسوب البحر وعرفت ان هو طلع بالنسبه للنقطه اللي هو مختلفه 500، فممكن تعمل نفس الشيء. دي عنده مشكله الحقيقه لازم يعني نذكرها له ان هو مش هنا ولازم حد يرد عنه، ان النقطه يعني ما انت لازم تعمل يبقى عندك نقطه يعني تو روبير وتبتدي منها، الروبير بتبقى بعيده عن المكان ده خالص، يعني هو هيتحمل تاسك ثانيه مثلا المنطقه دي خليج السويس، ممكن يطلع نصيبه من الروبير الاقرب في مدينه السويس محتاج يمشي له مثلا 60 كيلو عشان نوصل لهنا، ربما دي يكون فعلا يعني هيوج ايفورت عليه ربما. الاوبشن اللي انا رحمه كويس ان هو ياخد قرايه عند البحر تقليلي على سطح البحر ويحاول ينسبها للبيتر بتاعه. فاهم؟ انا اظن ساعه التطبيق مش هتمشي، لانك لما هتروح بقى بعينك يعني اعمال مش سموث، يعني حتى عن سطح البحر الارض عامله كده ولو عامله كده. طب بص يعني طب بص شايف الكيرفتشر اللي عامله كده هيقف فين؟ والله يا ريت يا ريت يا ريت تبقى انت حليت مشكله كبيره. طب يا ريت يعني انا تمام ممكن يلمس من الشخص بتاعه بعد سطح الميه بس يعتبر ان ده السيرفس اللي هو الزيرو ده يا ريت يعني انا اتمنى ولو حد يتبنى الامر ده يبقى عمل فينا خير يعني. طيب يا جماعه دي كانت الريزلت الفاينل بتاعت الكيس الاولانيه خلاص كده؟ نروح للكيس الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الكيس الثانيه يعني شرفت اعمل فيها مع الدكتور احمد يوسف حته اسمها ابو زبيره في الداون ستريم في هنا اسوان. ده شكل كاشنت ملمس بس الحته الحمراء ديت اللي هي دي الدلتا خلاص كده؟ ففي الدراسه دي احنا انا خدت انبوت جاهز من الريبورت الهيدروجراف عند المكان ده كده عند الاحمر دي وبدات شغلي في المنطقه اللي هي الايه؟ الخضراء دي. دي الدلتا بتاعت وادي اسمه ابو زبيره. ما جمعنا الداتا دي عملناها ديجيتايز من جوجل ايرث التلاتة كلاسز لللاند يوز يعني فيها نسبة ترافلي كده ماشي ده يعني انا قابلته. الاحمر مساكن للناس، الاخضر كروبس، الاخضر الغامق تريز. وشايفين السكيل تحت 2 كيلو يعني بصوا المنطقة دي كلها طولها حوالي 4 كيلو 4 كيلو ونص كل المكان. لما جينا بقى احتاجنا نعمل محاكاة ديناميك اشتغلناها على الهيكراس 5 ف5 زي ما انتم شايفين مفيش كروس سيكشنز يلا السعادة يعني. ليه مفيش كروس سيكشنز؟ لان ده مش 1 دي فعشان هو 2 دي فبدل كروس سيكشن يبقى عنده مش خلاص؟ واضحة النقطة. المش ده مساحة فعشان كده بتصلح لما تتعامل معاها 2 دي انما كروس سيكشنز لاين فبيستخدم مع ال 1 دي. وبطبيعة الحال كان عندنا هنا يعني اب ستريم باوندري كونديشن اللي هو الهيدروجرافي اللي طلع من الدراسة الهيدرولوجية عندنا زميلتنا المهندسة إيمان وكان الداون ستريم هو سطح البحر سطح الووتر ليفل بتاع نهر النيل. المكان ده طوله كده اظن كيلو فانا يعني تناولت جرعه شجاعه وافترضت ان منسوب سطح النيل ثابت في المكان ده خلاص فرحت واخد كروس سيكشنز كده كروس سيكشن للمنطقه وشفت الافريج ووتر اليفيجن ايرث ليفل يعني قد ايه واعتبرت ان ده سطح النيل في المكان ده وتقسمت كده بالاخضر ده هو ده بس اللي الكمبيوتر شايفه تمام يعني شايفين الالوان دي ده الدم تمام ده الدم الدم او دي صوره بس فضائيه عشان ابقى شايف انا بشتغل على ايه لكن السيموليشن حاطين فقط داخل الاخضر ده فمش مهم انت مساحه الدم اللي انت هتدخلها المهم المساحه اللي انت هتعرفها للكمبيوتر عشان يرن فيها. دكتور احمد موضوع الدم اللي هو 90 متر كنا عملناها فريز تعال نطلعها بقى من الفريزر شايف الرسمه دي واضح انها فاين قوي عن ال 90 متر واخد بالك؟ يا جماعه الدم اللي بينزل مجاني السل الواحده 90 متر يعني كل 90 متر في قرايه معلومه واضحه؟ واضحه. لو فتحنا 90 متر على الباك جراوند دي بدل ما انتم شايفينها هتلاقوا المنظر سكاب يعني وحشه تدرج. كل 90 متر يديها نقطة ويديها منسوب. كل 90 متر يعني كل 90 90 ولا ايه؟ 90 متر 90 متر يديها منسوب؟ ايوه. يعني هو بيفترض ان سطح الارض عامل بص يا بص يعني لما بتنزل دم
الكمبيوتر بيشوف الارض عامله ازاي. لو دي تله او بتاع الكمبيوتر شايف الارض كده ان كل 90 متر 90 متر على سطح الارض غير افقي. طبعا ده خرافه لكن اهو ده اللي عندنا. في 30 متر ده في متر 10 في 15 في كل حاجه. بس بما ان احنا متسولين فاحنا نحمد ربنا على اللي بيترمينا. لو معاك فلوس ممكن تشتري متر في متر. اشتروا 15 متر ده في مشروع وكيل التعليم الاردني. معرفش والله. انسى جوجل ايرث. جوجل ايرث ده صور. جوجل ايرث شارع دي شارع دي جوجل ايرث كده يوريك ان ده زرع وده جبل وده نيل. ما يديكش معلومات. هو قصده ان انت مش عليه بكتير. لا ما تعتمدش عليها. احنا جربناها كثيرا بتديك نتائج مش صحيحه وما بتديكش نتائج ساعات اساسا. خلاص؟ فمهم شايفين ان الفايننج دوت الجي اي اس بيديك اوبشن اسمه ريسامبل. يعني يعني ايه؟ مش احنا قلنا اللي نقطه واحده بس المتاحه كده اهو خلاص؟ ريسامبل يعني ايه؟ تقول له المسافه دي ما بين النقطتين دول اللي هي 90 متر قطعها لي كل متر خلاص؟ يقول لك ماشي اوكي يعني كده المعلومه دي ده نصف المعلومه، بقيه المعلومه ايه؟ طب العلاقه المعادله ايه؟ يعني لو اتقطعت دي هتبقى عامله ازاي؟ صح كده؟ طب ما فرقتش حاجة ما هي لا تقول له العلاقة ما بينهم علاقة كيوبيك مثلا. فيروح هي واخد الداتا اللي دي والداتا اللي دي ويعمل علاقة بينهم كده كيرف وممكن ياخدها لاين لينير. فانت بتقول بتحدد له المعادلة فدي معمولة ريسامبل ومعادلة كيوبيك فتلاقي النقطتين اتعمل سموز ما بينهم فاديت المنظر ده. بس نفس الرقم بتاع بص احنا هنا مش بندور على تحسين الدقه. احنا بندور على ان الميه تنساب. بمعنى ايه؟ لو انت داخل زي ما انت شايف كده الميه ماشيه في حته خانقه مثلا يعني مثلا ايه؟ قال لي كده ده كده جبل عالي ومثلا ده كده جبل عادي عالي ماشي عشان لانها حصلت فعلا معايا يعني. كان المنظر عامل ازاي؟ فالميه المفروض بتمشي ازاي؟ مش كده اهو خلاص؟ هنا بقى في ايه؟ هنا في خليه كده 90 متر عاليه خلاص؟ وخليه كده 90 متر عاليه ثانية واحدة كده يعني انا مش عارف ارسمها لك المهم يعني ان الميه لما جت عندي كان المفروض تمشي كده لقيتها مقفولة فراحت ماشية كده وبعدين راحت نازلة من حتة تانية. بل الأسوأ على فكرة اوتوماتيكلي من غير ما انت تعملوا حاجة انتوا بتفتحوا الدم اللي هي مربعات صح؟ هو اوتوماتيك بيحولها للتن. تن ده نفس الفكرة بس مثلثات. ف هحاول اشوفها لك والله. فالمهم يعني في جت في الحتة دي وبدل ما المية تلاقي مسار بقت لقيت أرض عاملة كده مثلث عالي وأيوه بالظبط كده. كده مثلث عالي. تكون إيه؟ هتضرب. هي النقطة دي في المثلثين واطية. ده المنسوب اللي هو منسوب المجرى بتاع المايه اللي هو واطي. بس كان المفروض يبعدوا عن بعض. كده وكده. عشان يسيبوا المايه انها تمشي. لكن نظرا المثلثين لبسوا بعض بقت المايه تحتاج تنط. بقت لما تيجي تتفرج على المايه تلاقي المايه فعلا بتنط كانها على الغدار يعني. Which is wrong يعني. فعشان كده عملية الريسامبل أو الريفاينمنت بتاعت الدم لا تهدف إلى تحسين الدقة. لا تهدف إلى إن أنت تصلح المسارات. تخلي هو هنشوف دلوقتي رسمة بنفس المعنى يعني. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. دي بقى كانت الريزلت ب 2 دي بفضل الله. طبعا قارنوا دي بقى بتاعه اللي هي الزعفرانه هتلاقوا تحسن كبير قوي. هي بقت يعني منسابه وكده. الاثنين دول نفس يعني الريزلت هي هي طلعت التو فورمز دول اللي على اليمين ارتفاع الميه واللي على الشمال السرعه عند اتا مومنت ات لحظه ماشي مش كونتينيوس يعني. فده التطور يعني مش الالمان بس اللي بيتطوروا يا جماعه خدوا بالكم. ايه؟ الماكسيمم الماكسيمم صح. الماكسيمم ديبس والماكسيمم فيلوستي.
اللي يحب ان بص بس بقى نفس المشكله اللي كانت قابلتك عند الرقم دي اللي كانت مشكله ايه اللي هي فرحه العالم العالم اه لا واضح ان لا واضح ان لا شايف السبب بسبب ان الداون ستريم باوندري كونديشن المفروض يكون اصح هنا هناك كان غلط يمكن يكون ده السبب ان الداون ستريم باوندري كونديشن هنا اصح معلش سؤال كمان الميه لما انت بتعمل يعني مش عارف حلو السؤال فاكر السلايد لما قلنا فيها ان الهيك اتش ام اس بيستخدم ان الميه تعبر من الفيسز مش من السنتر او من السنترويد من حياته البرنامج ربنا يجزيهم خير يعني ان ممكن الميه ما تغطيش سله على بعضها ممكن تغطي ربع سله فدي ميزه كبيره ميزتها ايه الميزه دي؟ انها تسمح لك طبعا انتوا عارفين ان اكتر حاجه بتعذب البرنامج والمستخدم لما تيجي تعمل موديل هو حجم المشي ده دايما بتبقى عندك عقده في عندك مشكله لو عايز النتائج تبقى اصح بتصغر المش لكن لما تصغر المش الموديل ممكن يعمل رن يوم يعني كملنا سنه 70 فعلا ممكن يقعد يعمل رن يوم طب تيجي انت بقى عايز تخليه يسرع تروح مكبر المش النتائج تطلع بايظه في البرنامج ده بقى هم جزاهم الله خيرا لما بيعمل لك الحكايه انك الميه تعدي من الفيسز او من البتاع بقى تقدر تعمل مش كبيره والنتائج تطلع دقيقه فدي ميزه حلوه يعني فسؤالك ان المش كلها غيرت ولا لا؟ ما انا بقول لك اهو هنا مش شرط هنا ممكن دي تبقى تلت مش لا العرض بتاعك كله على فكره الداون ستريم هو بالطول ده كله كده ده طول الداون ستريم ما ادري كنت بص بعضهم اتبلل ونشف بس في الغالب المنطقه دي كده هي كده ما جاتلهاش ميه الارض هنا عاليه والارض هنا واطيه يعني ده شبه ناتشرال ستريم او اوبن تشانل انت لو تحب ممكن نفتح الدم هتلاقي فعلا ان هنا في ممر طبيعي للميه ليه؟ ما انا بقول لك هو البرنامج ده ربنا يرضى عنهم ما بيواجهش المشكله دي يعني تكبر المش يعني لو افترضنا ان الحته دي لو انت مصغر المش فيها مشين والمشين دول اتبلوا والمشين دول ناشفين جيت انت كبرت المش خليت دي كلها مش واحده اما هتطلع من هنا بس بقى ليه في مجرى طبيعي؟ لان اصلا ده اساسا حوض من الاف من ملايين السنين فكل سيل بيجي بيحفر فهو في طبيعي ان يكون فيه ممر يعني. اللي عايز هنبص على التول اللي هو الهيك اتش ام اس اللي استخدم في الدراستين اللي فاتوا اللي سوري الدراسه الثانيه بس ده فيرجن 5. دي الانترفيس بتاعته ماشي سيمبل كده وبسيطه والحمد لله مش معقده. فوق كالعاده يعني اقول كلمتين بتتقال في كل المانوالز عندك فوق صف من القوائم يليه صف من الازرار بصوا في زرار مهم قوي في البتاع دي ده فاكرين لما قلنا ان هيك جي راس ده الوسيله اللي بتنقل بيها الداتا من الارك جي اس للهيك راس هم دلوقتي برضه تصدق الامريكان نفسهم مش حلوه مع بعض في صدد ان هم يقطعوا العلاقه دي مع الارك جي اس خلاص يقطعوها ازاي بالزرار ده او بالوسيله دي دي وسيله بيسمح لك بيها انك انت تتعامل كانك قاعد على الارك جي اس مش لدرجه بس خلاص يعني هتعرف الدم عادي تعيش حياتك بالاستغناء عن الارك جي اس وهو من دي هو هيبعت الداتا مش محتاج يلعب بقى ما هو نفس البرنامج يعني يبقى جوه نفس البرنامج خلاص فانت كده يعني دي خطوه للامام يعني انا ممكن استغل النفسيه دي واقع بينهم ماشي وطلع لنا برامج مجانيه بقى عشان نضربوا بعض ماشي فهو وزرار برضو ده مهم الداتا بتعرف زي ما قلنا احنا هنعرف ايه الجيومتري داتا الفلو داتا الكمبيوتيشنال ريكويرمنتس دول الثلاثه الاعمده الاساسيه لتعريف اي برنامج تعريف اي موديل ماشي مجموعه الزراير اللي جنب بعضها ديت دي بتستخدم انك تعرف خصائص الفلو الزرار ده لوحده تعرف بيه الجيومتري الجيومتري اللي هي تضاريس الارض وكده المجموعه الزراير دي بتستخدم انك تعرف الكمبيوتيشن اللي هي الرن يعني وكل زرار من دول بيستخدم في حاله مختلفه عن التاني فانت مش هتستخدم زرارين في نفس الدراسه متهيألي ممكن ووتر كواليتي وسيجمنت
المهم يعني بالنسبه لده ده ستيدي ستيت، ده ان ستيدي ستيت، ده ان ستيدي مع سيدمنت تقريبا، ده ووتر كواليتي وده حاجه ثانيه ماشي. فاحنا طبعا انا قاعد هنا انا كده الشخص اللي بجري ده ماشي، ودي سيدمنت دي راح تدخل داتا سيدمنت، دي راح تدخل داتا ووتر كواليتي، دي ان ستيدي فلو لو هتدخل داتا ان ستيدي فلو، دي هتدخل داتا ستيدي فلو، ده حاجه اسمها كوازي ستيدي يعني بين الدومين تمام. دي جرافيكال يوزر انترفيس الخدمه الاولانيه، جرافيكال يوزر انترفيس السلايد الثانيه كلام فاضي ان انا افتكره اللي فاتت. طيب خلاص بس طالما كده كده السلايد موجوده يعني، بس هو ده يا جماعه اسمه الرسم بر، خلاص التول دي اسمها رسم بر. دي الزوايا اللي استخدمت في الدراسه دي خلاص، يعني انسوا بقى الزوايا يعني اللي فاتت كانت سرد كل الزوايا، الاربعه دول هم دول اللي بنشتغلنا بيهم. الداتا لما بتكمل مثلا يعني جاست هنا بتعمل نيمنج للاشياء يعني خلاص، وتاخد بالك من اليونتس لان هو مش هياخد، انت ممكن تكون انت فاكر انك بتدخل اليونتس هو فاهم حاجه ثانيه خالص فتك كير يعني، يعني يو اس دي يبقى غلط لان انت كل بتاعتك متريك، فلو انت مش واخد بالك انها مكتوبه هنا يو اس وما حولتهاش لبتاع يبقى بتراك انت بايظه خالص. اساسيا خطوه اساسيه زي جي اس اول ما تبتدي شغل تعرف البروجيكشن. بصوا هنا البرنامج يعني في ارك جي اس انا عارف البروجيكشن بيديك لسته طويله بكل البروجيكشن المتاحه، تختار البروجيكشن بتاعك تبقى سعيد مش عارف. للاسف هنا لا، هو ما عندوش هنا اللسته دي، فانت لازم تقرا تريد فايل، يعني واخدين بالكم ده فايل متسيف على الهارد ديسك، بتجيبه منين؟ لو حد لو انت مسطب فيرجن قديمه في الارك جي اس عنده فولدر كده مسطب على الهارد في كل البروجيكشنز كلها، فانت بس واخد كوبي من البروجيكشن ولا الاثنين اللي يخصوك وتستخدمه. ما كانش انا يعني ممكن تعمل داونلود يعني سيرش على النت هتلاقي بروجيكشن فايلز تنزله وتقرا، بعد ما تقرا كده هو فاهم البروجيكشن. ما اعرفهاش، ما اعرفش الامكانيه دي، بس الارك جي اس الحديثه ما بتحطش الفايلات على الديسك. يعني انت المعلومه دي بردتها؟ مش عارف كان سحب انت لحد ما يعني 10.3 ما فيهوش ان الفايل يبقى على الهارد ديسك. لا مش عارف 9.3 لا ما 9.3 ويمكن حتى 10 يمكن في بتلاقي فولدر متسطب مع الارك فيه كل الفايلات البروجكشن. بعد كده ما فيش. طيب ده الرسم يا جماعه اللي قلنا عليه. خلاص وحتى شوفوا شكله تحس ان في شبه كده سحنه الارك جي اس، ادي التيبل اوف كونتنتس اللايرز وشويه زراير كده يتمشي حالك بيهم. ف وفي برضه امكانيه حلوه جدا 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 زي الارك جي اس برضه وبقت شيء متاح دلوقتي ان هو اوتوماتيك متوصل بسيرفرات على النت، يعني انت تقول له ايه انا عايز صوره فضائيه للمنطقه اللي بدرسها، يعني تقول له ازاي؟ انت دايس هنا تدوس على دي رايت كليك وتقول له اد ويب داتا، فبيديك الليسته دي، دي ليست بداتا متاحه على النت مجانيه. فانا مثلا هنا اخترت ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في هي دي شايفين دي؟ وورلد ايمجري يعني صور فضائيه للعالم. فانت لما بتفتح دي وتروح دايس على الزرار ده اوتوماتيك بتلاقي دي طلعت لك. ما انت بتفضل مزوم على المكان اللي انت عايزه يعني، فتلاقي دي اتحملت عندك نازله من على الايه؟ من على النت. البرنامج ده حلاوته انه بيسيبها على الهارد اوتوماتيك ماشي. وبعدين انا بعمل ريد الدم ده انا انزله مع النت فبعمل ريد، فكده الاثنين فاتحين على بعض قدام، وممكن تطفي وتفتح زي ما انت عايز، وممكن حتى تتحكم في الترانسبيرنس بتاع الصوره، يعني شايفين دي؟ دي معمول لها بعض ترانسبيرنس يعني ماشي. وبتفتح الشيف فايلز عادي يعني برضه شوفوا شبه معاك جيس دي شيف فايلز مفتوحه عشان تعرف البيوت اللي انت عايز تحميها او تدرسها او نقط او اي مكان يعني. هنا بتعرف الكاركترستكس بتاعت السويل تايب برضه بيسمح لك تعرف اللاند كفر اسامي. بص الله عز وجل انت بتجيب شيف فايل فيها خصائص التربه كل خصائص فيهم بالاسم، دي اسامي جيولوجيه. بعدين هنا بيفتحوا لك هم هنا تاني تدخل الكيرف المانج بتاع انت في البرامج الهيدرولوجي بتعرف الكيرف نمبر، في الهيدرولوجي بتعرف المانج. ليه؟ المانج معبر عن الخشونه اللي هو بيتحرك بيعيق سرعه الميه، انما الكيرف نمبر معبر عن الانفلتريشن اللي هو استهلاك الميه. ايه؟ يعني في حاجه ذكريات تضحك في الموضوع؟ اي والله. طيب موضوع بقى الريفاينمنت والريسامبل بتاع الدم من فوائده، دي مباني يا جماعه
خلاص دي مش نازله مع الاكل مع الدم خالص، بل بالعكس يعني انت ممكن تلاقي السيل واحده الدم ممكن تبقى عامله كده اهو، بص كده اهو، بحيث ان ده اساسا ما يظهرش. فانت فالحل ايه في الحالات اللي زي دي؟ يعني انت عايز تقول ان في بيوت، ليه عايز تقول ان في بيوت؟ لان الميه جايه بتمشي كده، انت عايز الميه تعمل ايه؟ تلف كده وتلف كده وتمشي من ما بين اللي هي تحاكي الطبيعه. تعمل كده ازاي؟ تجيب الدم ماشي؟ تبقى عمال له ريسند وترفايل قوي. ريفايل قوي يعني ايه؟ قوي يعني يبقى اصغر من اصغر حاجه انت عايزها. اصغر حاجه انت عايزها ايه هنا؟ عرض الشارع اللي ما بين البيتين دول. صحيح؟ عرض الشارع ايه مثلا؟ من 3 متر 4 متر 5 متر كده يعني، انت تشوف بقى وتعمل الريفايمنت على على حسه. يعني مثلا لو عندك الشارع عرضه 3 متر ممكن تعمل ريفايمنت 2 متر 1 متر كده كده. انت ضمنت ان البرنامج فاهم يعني. بس لسه بقى فاضل حاجه كمان. شايفين الشيب فايل ده؟ الشيب فايلز دول دي شيب فايلز مربعات. تروح انت بقى رايح بيها على الارض وتقول له في المربعات دي ارفع الارض ماشي يا ولد، تروح رافع الارض في الاخر بيطلع لك منظر عامل كده كتير. لا دي لو الله عامل بقى جهاز معلش يعني، هم حتى مش عاملينها في يعني البتاع مش طالع قوي كده يعني، الرسمه برضه يعني محدود يعني. بطلع راستر جديد في يعني انا بروح يعني بص، تروح على الاكل جهاز تروح فاد الدم قدامك وحاطط عليه طبقه ايه، انا بتكلم بلغه البسبوسه النهارده عشان رمضان بقى وكده، الشيف احمد بقى، وتروح حاطط عليه ايه طبقه شيف فايلز البيوت ماشي، وتروح ايه مقطع بيهم تروح جاي مثلا لو ده الدم خلاص، وادي عندك بيت كده وبيت كده خلاص. انت عايز ايه؟ الدم اصلا 90 متر، فانت ممكن تلاقي كده كل دي يعني ممكن تلاقي كل دي سيل واحده. فلو انت عايز تقول له ان البيت هنا مرتفعه قد كده يعني لو حاولت ترفع البلوك دي كلها ده غير محاكي للطبيعه، ولو سبته يبقى انت برضه غير محاكي للطبيعه. فالحل انك عايز تقول له الحته دي بس اتعلمها، ما عشان تقول له الحته دي بس لازم يكون دي يعني السيل صغيره. فبتيجي على الدم ده وتقول له لا الدم ده 90 متر خليه لي كل واحد متر، حتى لو فاكرين قلنا كيوبيك ومش كيوبيك سيبها زي ما هي مش فارقه في الحاله دي، انت مش بتعمل فلو مش فارق معاك. فممكن تخليها نسميها يورست في الحاله اللي انت مش عايزه يعني يعمل اي سموزنج، قول له يورست. يورست يعني ايه؟ يعني السنه دي هتاخد من وهكذا خلاص. في الحاله دي عندك واحد متر، ساعتها تقدر تقول له السيلز اللي تحت المستطيل ده ارفعها له. تعالى كده انا اخترت السله واحد من المسوره نفسه 90 90 90 لو انت ما عملتها نيرست او ما لعبتش في الحاجات الكاركترستيك بتاعتها هتطلع أقل. لكن لو انت زي الحاله الاولانيه انت عارف ان في مسار للميه يعني دي معلومه عندك انت مش بتزور يعني. هو بيحولها الليكويد كلها في المكان ده بيجيب الدم من الدم من ما انت بتختار نيرست. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا باشا لو ده تايب اوف سيركوليشن بص ايه، لو ده كروس سكشن في الدم خلاص فعليا الداتا في هي دي بس الداتا مفيش دم، هي دي بس الداتا. فانت لو قلت له اعمل لي ريسامبل بنيرست بالنسبه للنقطه دي النيرست هي دي فهيتحول ان نقط كتيره جدا كلها بنفس الليفل وبتجامب يعني عايز بقى انت كيوبيك الكيوبيك الكيوبيك دي معادله مش في معادله اكسبوننشال كيوبيك هي معادله من الدرجه الثالثه. طيب ايوه زي لما بتعمل لها سموث للفرق للنوت بتاع الدم بس لما يديك ستريمز وانت عايز تخلي الستريمز فايل بدل ما عامله لك في برضه معادله وبتختار الكيوبيك فبتحطها هي هي مسموح. الكيوبيك دي معادله من الدرجه الثالثه بتاع هو نفس كده من غير نقط فانت جربت تاخد النقط دي تحول ايه يعني جربت ساعتها بتخش في سؤال تاني طب ايه الانتربوليشن ميثود؟ يعني انت اللي عشت شويه فيها ساعتها يبقى عندك كريجنج اس بي لاين. ما الاس بي لاين دي معادله اس بي لاين اس شيب تقدر تتحكم فيها ربما ربما على فكره صحيح والله ممكن الطريقه دي ادق من الطريقه دي بالتجربه والخطا يعني انا جربت الاثنين بصراحه ما بقتش فاكر مش فاكر انهي فيلم يعني بس المهم بعدين طلعنا البتاع دي بسم الله الرحمن الرحيم
دي برضو النش اللي بندرس فيها، دي منطقه دي حوالي 11 وادي بيصبوا في المنطقه دي، دي اللي احنا عايزين ندرسها يعني. فكل دي مش بتدرس عندها بتاع. ناخدكم تاني لصعيد مصر، دي منطقه ابو زبوره. برضو تاني كان 2 دي زي ما انتم شايفين، والاب ستريم دخلنا له ديت، والداون ستريم دخلنا له ديت ماشي. وهو بقى هيدرس الفلو وزن المنطقه اللي في النص بس، وهو ده اللي انت بتدور عليه. انت عارف ان الفلو ده الهيدروجراف جالك من هنا، وعارف انه وصل للنيل، دي معلومتين اللي عندك. انت عايز تعرف بقى الميه راحت فين في النص، مش ده السؤال؟ راحت فين وامتى؟ لما بتيجي اخر خطوه بقى، لما تدوس رن، على فكره رن هنا اللي هي كلمه كمبيوتر، ده زرار رن كمبيوتر، بيبقى لك بقى تعمل شويه حاجات كده تفنيش، انك تتاكد ان اسامي الفايلات مظبوطه، انك لو عايز تكتب هنا الديسكريبشن الحاله. بصوا دي امكانيات الرن، ممكن تعمل ان ستدي بس، او تخليه يدرس معاها السيدمنت كمان. فلاد بلين مابنج، ممكن هو يطلع لك خرايط بس انا ما جربتهاش تقريبا، لانها فيها حاجه ما جربتهاش، ممكن لحد تاني يجربها تشتغل معاه ماشي. فهو في بري بروسيسور، بروسيسنج نفسه، بوست بروسيسنج. هنا انت بتحدد التايم ويندو بتاعت الحل، فكنا ما قلنا 1.5 يوم اللي هنزود، هنا بتحدد اليوم بالتاريخ ماشي، وتاريخ وساعه البدء وتاريخ وساعه النهايه. هنا بتحدد فاكرين لما قلنا في مش في السبيش المكان، هنا بقى بتحدد المش بتاعت الزمن، اللي هي مش بتاعت الزمن اسمها ايه؟ كومبيوتيشنال تايم انترفال، ده اسمها يعني. فانت هنا بتحدد الكومبيوتيشنال انترفال بتاعت رقم ماشي، ودي بس هي الكومبيوتيشنال تايم انترفال. الثلاثه دول التايم انترفال بتاع الديسبلاي بتاع الريزلت، خلاص؟ واضحه يعني؟ طيب في الاخر تقول له ايه؟ كمبيوت. وده ال A B C و D مكتوبين هنا في الجدول بنفس المعنى ان شاء الله. دي تشارت الخطوات بتاعت ازاي تعمل نموذج بالهيك اتش هيك راس فايل، نفس الكلام اللي قلناه هو ده. بس ثانك يو ويلكم. طيب السلام، ما تعرفش السلام، الحمد لله. خلاص يا باتي، اني كومنت، اني كونكلوجن، اني ريكوايرمنتس، اني حاجه. اوكي، مش عارف لو ممكن ان احنا نبقى نازل مكان زي ما حضرتك قلت ونشتغل. حاضر ان شاء الله. لو ممكن بكره ننزل. خليك حلو بقى، حلو. انا عندي حاجه اتكلم عن ان شاء الله يعني، ادوني اسبوع كده ولا 10 ايام ولا حاجه عشان اخوك مزنوق. باشمهندس مش 10 ايام انت يعني، مفيش مشكله ان شاء الله، ربنا يسهل. شكرا لله، نحن نرد ونصلي. شكرا لله يا سيدي.